بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 60. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال الشيخ رحمه الله: ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره وبلغ ذلك أصحابه، فإنه لما صلى على المنبر قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن كما ذكرنا من طريقة الشيخ رحمه الله أنه إذا دخل في مسألة يفيض فيها ويستكملها ولا يغادرها إلا وقد وفاها حقها من البحث. فالكتاب في مخالفة أصحاب الجحيم، منع التشبه بغير المسلمين، والآن دخل في قضية الصلاة والتطويل والتخفيف، فهذا من الاستطراد، لكنه الاستطراد المفيد. نعم. الذي يفيد القارئ ويثقفه ويفقهه في دين الله عز وجل. فهذا من طريقته رحمه الله في كتبه، أنه كان يوفي البحوث حقها ولو خرج عن الموضوع ثم يعود إليه رحمه الله. فما زال رحمه الله في سياق الصلاة ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومقارنتها بصلاة غيره ممن يخلون بصلاتهم. المطلوب من المسلمين عموما، سواء كانوا أئمة أو يصلون أفرادا أو فريضة أو نافلة، أن يصلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، بمعنى أنهم يقتدون به صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله كما رأيتموني أصلي فسره صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. ولسنا بهذا الصدد نطالب المصلين والأئمة والمنفردين في الصلاة أن يصلوا مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، فإن هذا قد لا يطاق، ولكن عليهم بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة، بحيث أن يصلوا صلاة معتدلة إتماما وتخفيفا إتماما، يعني تطويلا من غير إملال ومشقة، وتخفيفا من غير إخلال بالصلاة، ولو لم تكن صلاتهم مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا قد لا يطاق. قد أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من القوة ما لم يعطه لغيره، والرغبة في الخير. قد قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه، ومن يطيق ذلك؟ وقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، من يطيق هذا؟ أو في ركعتين، من يطيق هذا؟ وكان ركوعه وسجوده نحوا من قيامه
لكن المقصود الاقتداء في الجملة، بأن تكون صلاة المسلم متعادلة في قيامها وفي ركوعها وفي سجودها وفي جلوسها، وأن تكون طويلة من غير مشقة، وأن تكون خفيفة من غير إخلال بالصلاة. فعلى المصلي أن يراعي ذلك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما قاموا رمضان في خلافة أبي بكر الصديق، في خلافة عمر رضي الله عنه، خلف إمام واحد، صلوا 23 ركعة، لأنهم خففوا الصلاة وزادوا في عدد الركعات رحمة بالمأمومين، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 أو 13، لكنهم لا يطيقون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خففوها مع زيادة العدد رحمة بالناس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في رمضان عددا معين، بل رغب في القيام، وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة. وليس الفعل أي في الصلاة من العادات كالإحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموتى. كالإحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصلاة وأمر بتخفيفها، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم المقدار الذي تكون عليه الصلاة من قيام وركوع وسجود، فيرجع في هذا إلى سنته صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في صلاته، فنقتدي به في ذلك. وإن لم نفعل مثل فعله تماما، لأن ذلك قد لا نطيقه، ولكن في الجملة نقتدي به صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، بحيث تكون متعادلة وتكون خفيفة مع الإتمام. هذا هو المقصود، وهذا هو الذي لا يسع الناس مخالفته. أما إذا صلى إنسان منفرد أو صلى بجماعة يرغبون التطويل، فليطول بهم ما شاء حسب رغبته ورغبتهم، والخير لا يمل، والله جل وعلا يقول: فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهذا هو المقصود في هذه المسألة. فنحن لما أمرنا بإتمام الصلاة وأمرنا بالتخفيف، وين نرجع؟ نرجع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تحديد ذلك، لأنه لم يحدده لنا، إلا اللهم ما ذكر لمعاذ، قال: اقرأ بالليل إذا يغشى. فهذا كمثال، هذا كمثال يقاس عليه. فنحن نرجع في التخفيف والتطويل إلى ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولا نرجع إلى العرف، عرف الناس. فلأن الناس يختلفون، وهذه أمور عبادة ما يرجع فيها إلى عرف الناس، إنما يرجع فيها إلى القرآن والسنة، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العرف فيحال عليه في مسائل الأموال والمسائل والنفقات، والنفقتهن كسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فيرجع في هذا إلى العرف، إلى عرف الناس في تعاملهم وفي نفقاتهم وفي الأمور العادية. وكذلك الحرز في السرقة، الرسول لم يحدد الحرز، ولذلك قالوا: حرز كل شيء بحسبه.
فحرز الذهب يختلف عن حرز الحطب، فكل شيء حرزه بحسبه. والحرز في البلد الذي فيها إمام قوي وسلطان قوي يختلف عن البلد الذي فيه سلطان ضعيف ويتسلط اللصوص، فربما يكون هذا الشيء حرزا في بلد دون البلد الآخر فيختلف باختلاف العرف. كذلك بقية الأمور التي أحيلت إلى عرف الناس، وهذا ليس في العبادات، إنما هذا في النفقات وفي أمور الأموال. نعم. قال رحمه الله: لأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو للقصر، اختلفت اختلافا متباينا لا ضبط له، ولكان لكل أهل عصر ومصر، ولكان لكل أهل حي وسكة، بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالف لعرف الآخرين. وهذا مخالف لما أمر الله ورسوله به، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادونه. نعم، لو وكلنا الله إلى العرف في التخفيف والتطويل في الصلاة لحصل النزاع وحصلت الفرقة بين الناس، لأن الناس يختلفون في أعرافهم وفي عاداتهم، فيحصل بذلك النزاع في الصلاة. والصلاة وأمور الدين لا يجوز النزاع فيها والافتراق فيها، فلذلك من رحمة الله أن أمرنا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا ما نحذر منه بعض الأئمة الذين قد يكونون على اجتهاد وعلى محبة في الخير، لكن عندهم اجتهادات خاصة بهم ورغبات خاصة بهم، يريدون أن يطبقوها على الناس ويلزم الناس بها، فيحصل بذلك التنافر ويحصل بذلك النزاع، ولو أنهم رجعوا إلى السنة وإلى ما عليه عمل المسلمين لا انحسم الأمر في هذا وانضبطت الأمور. نعم. قال: وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن. نعم. إما بزيادة وإما بنقص. يقول الشيخ: لا أعلم أحدا من العلماء يقول إن العبادات التي لم يحدد الشارع فيها حد أنها يرجع فيها إلى العرف، وإنما يرجع فيها إلى الكتاب والسنة. هذا هو الذي يضبط العبادات، وإنما العرف يرجع فيه إلى الأمور الأخرى، كحرز السرقة الذي تقطع به اليد، الأموات، ومقدار النفقة. نعم. وقال: وإحياء الموات. وإحياء الموات هذا يرجع فيه إلى العرف وإلى غير ذلك من الأمور. نعم. قال: وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. نعم. فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، يعني في الركعة الواحدة أو في الركعتين. أعد. قال: وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. يخفف الصلاة بمعنى أنه يعادل الصلاة، يعادل بين أفعال الصلاة وأركانها، فيخففها من غير إخلال ويطيلها من غير إملال. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يخففها أو يطيلها كإطالة هؤلاء، يعني بعض الأمراء الذين يجهلون السنة فيطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود، أو العكس، يطيلون الركوع والسجود ويخففون القيام. نعم. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوه. هذا من الاعتدال، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد أو نحو ذلك،
في الركعتين أو في ركعة واحدة ويقرأ سورة ثانية في الركعة الثانية، مثل ما قرأ باقتربت والنجم في صلاة العيد. نعم أحيانا. وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. كما سبق أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالسبعين إلى المئة آيات أحيانا، وأحيانا يقرأ بقاف القرآن المجيد. فالفجر تطول فيها القراءة من أطول المفصل أو ما يعادل أطول المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي البواقي الظهر العصر العشاء من أوساط المفصل. هذا هو الاعتدال، هذا هو الاعتدال في القراءة. نعم. وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة: حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. أنه أراد والله أعلم بقوله وكانت صلاته بعد، أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر. نعم، فتكون الفجر أطول من غيرها من الصلوات، بقية الصلوات الخمس، فالفجر يطول فيها القراءة أطول من غيرها. نعم. فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف، فدل على أن التخفيف تخفيف نسبي. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته، وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا، والطور نحو من سورة قاف. نعم، وكذلك هذه تؤيد الرواية السابقة أنه يطيل القراءة في الفجر، وقرأ بقاف وقرأ بالطور، وطور سورة الطور مقاربة لسورة قاف. نعم. وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. نعم، كما سبق أنه أحيانا يقرأ في المغرب بالمرسلات، قرأ بالطور وقرأ بالأعراف، لكن الغالب أنه يقرأ من قصار المفصل، وكان هذا آخر من آخر، حتى لا يقال إن هذا منسوخ. نعم. كان هذا من آخر حياته صلى الله عليه وسلم وآخر عمله، حيث لم يعش بعد حجة الوداع إلا زمنا قليلا عليه الصلاة والسلام. نعم. فقد أخبرت أم الفضل رضي الله عنها أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب، وأم الفضل لم تكن من المهاجرات بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله، فهذا السماع كان متأخرا. نعم، كانت أم الفضل أم عبد الله بن عباس وإخوانه رضي الله عنهم، زوج العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت من ليست من المهاجرات، لأنها حبست في مكة، هي وأولادها الصغار حبسوا في مكة من الذين عذرهم الله بقوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالله جل وعلا عذرهم في ترك الهجرة لأنهم مستضعفون، فدل هذا على أنها سمعت هذا في آخر الأمر، لأنها لم تكن مهاجرة حتى تكون سمعته في المدينة في أول الأمر. نعم. قال: وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، وزيد من صغار الصحابة. وكذلك كما سبق أنه
الغالب أن يقرأ بالمغرب من قصار المفصل، وأحيانا يقرأ من طوال المفصل كالطور والمرسلات، وأحيانا يقرأ بالأعراف طول الطولين، أي السورتين الطوليين وهي الأعراف والتي قبلها الأنعام. نعم. قال: وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون. نعم وكذلك في صلاة الفجر. نعم. قال: وكذلك صلى بالمؤمنين بسورة المؤمنين، يعني نعم بسورة المؤمنين في الفجر بمكة وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون. نعم وكذلك، لأنه صلى عدة مرات صلى الله عليه وسلم في مكة، لأنه قدم صبيحة رابعة وسافر بعدما أنهى المناسك عليه الصلاة والسلام، فهو صلى عدة صلوات الفجر في مكة. فمن روى أنه قرأ بالطور كما مر، أو قرأ بقاف، أو قرأ بسورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالغالب في الفجر أنه يطيلها عليه الصلاة والسلام، لكن أدركته سعلة يعني كحة عند ذكر موسى وهارون من هذه السورة، فركع عليه الصلاة والسلام لعارض، ركع هذا الركوع لعارض. نعم. قال: فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل، وشواهد هذا كثيرة. نعم، هذا ما تقرر من الأدلة، أنه كان يقرأ في الفجر بطوال المفصل، لأن قاف والطور وأحيانا يقرأ بغير المفصل مثل ما قرأ بسورة قد أفلح المؤمنون. المهم أنه يطيل القراءة في الفجر. نعم. ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها، وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. نعم، أجمع الفقهاء على أن السنة أن يطيل القراءة في الفجر ويقرأ من طوال المفصل، لأن الله قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسمى صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة أكثر من غيرها، ومشهودا يعني تشهدها الملائكة، ملائكة الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يحفظون أعمال بني آدم، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيصعد هؤلاء ويبقى هؤلاء باستمرار مع العباد. والشاهد من هذا أن صلاة الفجر تطول فيها القراءة أطول من غيرها من بقية الصلوات الخمس، ولهذا قال فيما مر: وكانت صلاته بعد تخفيفا، يعني بعد الفجر، بعد الفجر، وليس بعد كما فهم بعض الناس أنه لما كبر صلى الله عليه وسلم وثقل صار يخفف صلاة الفجر، هذا غلط، فإنه استمر على التطويل بحيث أنه قرأ بالطور وقرأ بالمؤمنون وقرأ بالمرسلات وهو في حجة الوداع وهي آخر شيء، ولم يعش بعدها إلا قليلا، دل على أنه استمر صلى الله عليه وسلم في تطويل الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله: ولا يصلي صلاة هؤلاء، إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخففها ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين كما دل عليه حديث أنس والبراء، أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أي نعم، هذا الراوي ينكر على من في زمانه من الأمراء وغيرهم الذين يخففون الصلاة ويخففون الركوع والسجود، ويقول إن هؤلاء مخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وليت أئمة المساجد الآن يعلمون هذا،
فلا يتصرفون من عند أنفسهم واجتهاداتهم، نعم، أو يغلب عليهم الكسل فيقصرون القراءة ويخففون الصلاة يعني تفاعلا مع الكسل وحب الراحة. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.